مدرب جيرونا: كانت ليلة تاريخية. أكد ميتشيل سانشيز مدرب جيرونا عقب الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد في الوقت القاتل 4-3 أنها كانت ليلة تاريخية لفريقه الذي يتقاسم صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مع ريال مدريد برصيد 48 نقطة. ومع ذلك أبرز ميتشيل عقب انتهاء المباراة التي أقيمت مساء أمس أربعاء ضمن منافسات الجولة 19 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن المنافسة على لقب الليجا ليست الهدف، محذرا من أن الحفاظ على نفس مستوى النقاط التي ستحققها الفرق الكبيرة سيكون أمرا صعبا للغاية. وفي هذا الإطار أشار إلى أن الهدف هو التفكير أولا في كل مباراة على حدة ومحاولة الوصول إلى المنافسات الأوروبية، والذي سيكون نجاحا إذا تحقق سيكون هذا بمثابة صناعة التاريخ. وأكد مدرب جيرونا الذي أعرب عن فخره الشديد بالفريق أن المباراة كانت رائعة وصعبة جدا وفي غاية التعقيد، مبرزا أن فريقه قام بدوره جيدا وقدم شوطا أول مدهشا ولعب بمستوى عالٍ.